اللي انا هقوله دلوقتي هتقولوا احنا كنا نسينا خلاص الكورونا، لكن واضح احنا كنا نسيناها اكيد، مستمتعين بقى بحياتنا، بنشوف مهرجانات وبنسمع اغاني حلوه، لكن هي ما نسيتش ابدا ان هي تنكد علينا تاني. في متحور جديد الحقيقه العالم كله بيتكلم عنه، اسمه ايه؟ EG5. وده طبعا المتحور ده ليه مخاطر كتيره، اصاب 1 مليون شخص لحد دلوقتي، وانتشر في 50 دولة. الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كوريا الجنوبية، اليابان، كندا، أستراليا، سنغافورة، فرنسا، البرتغال، وأسبانيا، وظهر أيضا في البلاد العربية في دولة الكويت. تفاصيل كتيرة الحقيقة المتحور ده هتبقى أعراضه إيه، طرق الوقاية، ويا ترى هو زي الكورونا ولا هناخد احتياطات إزاي ولا هنعمل إيه؟ أسئلة كتيرة جدا. خليني أروح ل مزيد من التفاصيل الطبية مع دكتور إسلام عنان، أستاذ علم الأوبئة واقتصاديات الدواء. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ شفا. يعني كنا نسينا كورونا الحقيقة، مش مستنيين EG5 ده، يعني هذا المتحور، يعني السؤال الأولاني، هو متحور من كورونا؟ يعني هياخد نفس الأعراض ولا هنروح لأعراض تانية؟ تمام، كويسة، دي نقطة كويسة نبدأ بيها كلامنا عن EG5 أو ما سمي بأيرس ميوتنت. يعني المتحور الفرعي أيرس هو متحور فرعي من أوميكرون، اللي هو كان المتحور آخر متحور سمعنا عنه لكورونا، اللي هو بقاله دلوقتي أكثر من سنة. هو متحور فرعي من أوميكرون اللي هو كورونا، برضه مش متحور جديد، ده أول حاجة. إحنا طبعًا كان لسه في موجات حتى من بعد إعلان منظمة الصحة العالمية إن كورونا ما بقاش وباء عالمي، ولكن احنا ما بنسمعش عن اصابات بتدخل او محتاجه مستشفى، ما بنسمعش عن وفيات عاليه، فخلاص الموضوع كان هي. حاليا اكثر متحور فرعي من اوميكرون كان منتشر، واللي كان منتشر في الموجه اللي فاتت اللي احنا بنسميه اكس بي، بعيدا عن المصطلحات، التحور الحالي الاي جي 5 هو الاكثر انتشارا في الصحه. هنتكلم بالظبط هيوصل 50 دولة. أول مرة تم التعرف على إيجي 5 كان في فبراير، تمام، وكان نسبته من 7% ل 17% في 3 أسابيع بس. ده معناه إن إحصائيا المتحور ده هيبقى موجود في كل بلد في العالم، خلاص مفيش بلد هتبقى مش موجود فيها، يعني هيعدي على كل البلاد. السرعة الانتشار دي احصائيا معناها ان هو موجود في البلاد العربية كلها، موجود في افريقيا كلها، موجود في العالم كله خلاص. طيب السؤال يا دكتور، واللي الناس على طول هتسأله، ايه الفرق بينه وبين كورونا؟ يعني لا انا هعرف منين انا عندي اي جي 5 ولا عندي كورونا؟ ما هو الاثنين واحد، يعني هو ما فيش اي تغيير في الاعراض الحمد لله ما بين الاي جي 5 وبين اوميكرون، لان هو ده المتحور الام بتاعه واللي هو في الاخر تبع عائله كورونا. هو بالظبط زي المتحور اللي قبليه اكس بي دي، نفس الاعراض، الحراره، اوقات احتقان في الزور، حاسه تشم وتذوق، رجعنا تاني نسمع ان هي نسبتها بس اعلى شويه، اوقات بيبقى في انسداد في الاذن والجيوب الانفيه، تكسير العظم هو اوقات الجهاز الهضمي، اوقات بيجي بصداع. الاعراض العاديه جدا ما هي كانت موجوده برضو مع اوميكرون او موجوده مع كورونا في العموم. هو الفرق بينه وبين المتحور اكس بي دي اللي هو اللي كان قبليه على طول هو سرعه الانتشار، هو بينتشر اسرع، فبالتالي بقت نسبه الاصابات اعلى. طبعا احنا في اخر 28 يوم من امبارح ل 28 يوم قبل كده في 1,400,000 اصابه جديده. يعني معنى كده اي حد هيجي له المتحور ده، تمام، اي حد هيجي له المتحور ده مثلا في بيته، في عمله، في اي حته، هيعدي اللي حواليه بسرعه كبيره جدا، يعني اسرع من بقيه المتحورات. فطبعا ده اول حاجه. طبعا احنا معظم الاصابات ال 1,400,000 قادمه من اسيا، يعني 1,200,000 منها جايه من اسيا. الحاجه الثانيه هي ان هو هروبه من اللقاحات اعلى من المتحور اللي قبليه. طبعا احنا دايما اللقاحات بنقول بتعمل حاجه من اثنين في الجسم، يا بتحمي من الاعراض يا اما بتحمي من الوفاه، او تمام، بتحمي من الاثنين. دلوقتي بقى في هروب عالي من الفيروس من اللقاح، فبقتش بتحمي زي الاول من الاعراض، فاذا هنا بتحمي من الوفاه الحمد لله، بتحمي بس من الوفاه. فاذا محتاجه تاخد اللقاح، ممكن تاخد، محتاجه ان هي برضو تاخد اللقاح.
يعني هنا اللقاح بس عشان يحمي من الوفاة، لكن مش هيحمي من انه يجيله المرض ده. طيب الوقاية بقى، خصوصا الاربع فئات اللي احنا دايما بنتكلم عليها، يعني كبار السن، كبار السن، الامراض المزمنه، الناس اللي بتاخد ادويه بتثبط المناعه وعندهم امراض مناعيه، والكوادر الطبيه. دول الاربع فئات لازم ياخدوا، مهم لو ما كانوش خدوا جرعه منشطه ان هم ياخدوا جرعه منشطه طبعا. وده اللي خلى برضو الاصابات اعلى، لان احنا اخر تقريبا في ناس كتير عدى عليها سنه ما خدوش جرعات منشطه، اصبحت المناعه ضد الاصابه قليله، فبالتالي ابتدى يبقى في اصابات. لكن برضو نطمن الناس، الوفيات لسه زي ما هي قليله الحمد لله. يا رب الحمد لله ما يبقاش فيه، احنا قلنا 1,400,000، لا اصابات ولكن مش وفيات، 2,800 حاله وفاه بس على مستوى العالم. ده يطمننا برضو ان الحمد لله ان الشراسه بتاعته ما زادتش عن التحور اللي قبليه. وقايه بقى دكتور، احنا لسه في شهر الصيف والدنيا حر، لكن هندخل بعد شويه على الخريف، تقلبات الجويه كتيره، الوقايه الناس تعمل ايه امام بقى كل هذه المتحورات؟ انا عشان نقول وقايه عمليه، عشان ما نبقاش بندي حاجات مثاليه زي ما لزوم، احنا محتاجين الماسكات تاني. محتاجينها، بس امتى؟ لما يكون مكان مزدحم، داخل مترو، اتوبيس، مواصلات عامه، مكان عارف ان هو زحمه، رايح ازور حد في مستشفى، ده مهم ابقى لابس ماسك، خصوصا لو ما حد من الفئات الاربعه. الحاجه الثانيه وده الاهم بقى، لو حد حس انه عنده اي اعراض، اعراض حتى برد، هو مش عارف يفرق صحيح هو ده برد ولا كورونا ولا ادينو فيروس، محتاج ان هو فورا ما يسلمش على حد، ما يبص لحد، يحاول يخلي يعني دايما مكانه، يعني يلتزم البيت احسن برضو، يعني تبقى موجوده عندنا. ده احنا ان شاء الله الموجه دي بتخلص، احنا كثرنا الذروه على فكره، يعني احنا خلاص الاصابات احنا على اول 9 الاصابات هتهدى تاني في كل العالم يعني، وترجع تاني زي ما اتفضلت كده في اخر الخريف اول الشتاء زي كل سنه. فلغايه الفتره دي ما تعدي محتاجين ناخد بالنا، نحافظ على نفسنا. وفي شهر 10 هيطلع لقاحات جديده خصيصه لاوميكرون، مخصوصه للمتحور اللي هو قبل دخول فصل الشتاء. اكيد يا رب يسلم الناس كلها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام عنان، استاذ علم الاوبئه واقتصاديات الدواء. وخلاص احنا بقينا عايشين مع الاوبئه بشكل كبير، فكل ما ناخد بالنا احسن، وكل ما نحتاط يعني قد ما نقدر، واحنا عاداتنا وتقاليدنا كتير في مراسم العزاء، في الاحتفالات، يعني بالذات الناس اللي عندها يعني زي ما قلنا لو حد كبير في السن او عنده مشاكل صحية، كل ما يحمي نفسه ده هيكون افضل.